اسأل أيضا عن حديث هل هو وارد صلاة بسواك تعادل 70 صلاة في غيره؟ لا أعرف صحته، هو وارد لكن لا أعرف صحته، بل يغلب على ظني أن بعض العلماء تكلموا فيه. ولكن السواك من حيث هو سنة مؤكدة، استحب السواك ولا سيما عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم، استحب السواك ويتأكد في أحوال. نعم.